اصغر عروسه جتك ايش قد كان عمرها؟ واسرع طلاق. اكو هيك موضوع صاير انه اكو وحده طلقتها بعدها؟ اي 13 سنه اتذكر. 13 سنه. اصغر عروسه 13 سنه؟ اي 13 سنه. ايامه. وهمين عاده الزواج يمنه؟ وعاده الزواج ورا سنتين مو؟ لا هي تقريبا لا انا سمعت اكو حادثه صايره انه وحده من اللي انت اشتغلتها بنفس اليوم تطلق، صارت مشكله اثناء الزفاف بينها وبين اهل العريس وطلق. اكو هيك معلومه؟ اي صايره هيك صح، صايره هيك معلومه بس قبل سنه. قبل سنه؟ اي اختلاف هم العائله مو ما اعرف شنو الاختلاف صار. حزنك هذا الموضوع؟ اي طبعا اكيد يعني بوقت العروسه تخربطت و والجهل للولد ما ناط صار يعني صارت المشكله قبل القاعه لو بالطريق لو شلون؟ لا 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 بال كان خطيه قاعده بالصالون؟ بالصالون بالازياء بالانتظار هي كامله العروس خطيه قاعده وهي بقت اخر شيء بقت للخمسه ماكو ولا عروسه بقت بس هي اسرع حاله طلاق اي اسرع حاله حتى الخطيه البنيه هم اختلاف صار العائلتين بين العائلتين يعني وقعوا بيها اهل البنيه واهل الولد مساكين والله صارت مشكله بيناتهم عناد صار ما نعرف شنو احنا صار عياط ولا طول للاسف للاسف اكيد يلا بس صارت هاي ناخذ